وحدة العلاج المائي بتميز المركز عندنا. فكرة العلاج المائي ببساطة ان احنا وزننا جوه بيقل لحد 70%، فده بيخلي وزن الانسان لو 100 كيلو مثلا فبقى 30 كيلو. طب لو اسهل العلاج، اسهل العلاج لو عيان عنده ضعف في العضلات، فطبعا هيقدر يحرك عضلاته ويقدر يمشي. عندنا في المكان هنا مفروض 5 مقاعد لاستقبال 5 مرضى مع الدكتور او الدكتوره، في ايام للذكور وايام للاناث. لا للخصوصيه في قوات الجو احنا بنعمل 1-to-1، يعني هو عيان واحد بينزل مع الدكتور المعالج. مش كل طبعا العيانين يقدروا يطلعوا السلم، فعشان كده مزودين الواحد بيشنت ليفتر بيشيل لحد 200 كيلو. ممكن هنشوف ازاي. يا ريت، انا المنظر ده بالنسبه لي متطور جدا، نفسي اشوف بيشتغل ازاي. عشان بلده ما يكسرهاش روح وعزيمة وصورة عظيمة، عاشوا بنودنا لبلدنا يوم تحرير سينا، ده هيفضل عنا درسي قوينا وحكاية الأجيال. عن تحرير سينا عيد للمصري Thank you.
معين.